عملها في نص الملعب، تمريره مش مظبوطه، ممكن هنا الوحش ممكن يسدد انفراد وجول. جول عمر طارق الوحشي بيجيب جول في الدقيقه 62. بقول لكم النادي الاسماعيلي الشوط اول افضل، بيحاول، عنده روح عالية جدا من لعيبته الصغيرة، عنده ولاء موجود في الملعب وروح عالية قتالية موجودة من اللعيبة الصغيرة الموجودة. بقول لكم يا جماعة خدمته هنا الوحش، ضرب خط الظهر في غفلة من خط الظهر أحمد سامي وعبد الحميد سامي، الراجل بيرقص عبد الواحد السيد وبيحرز هدف النادي الإسماعيلي في توقيت إيه؟ في الدقيقة 63، عمر طارق الوحش بيحرز هدف، لكن رقص الراجل كانت ممكن تضيع منه، لكن بيحرز هدف عمر طارق الوحش في الدقيقة 63، 1 النادي الإسماعيلي. واتفرجوا بقى يا جماعة المباراة هتحلو مفيش كلام، وهنشوف كرة